لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. ثم اطلب اليكم بوداعة المسيح وحلمه، انا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، واما في الغيبة فمتجاسر عليكم. ولكن اطلب ان لا اتجاسر وانا حاضر، بالثقة التي بها ارى اني ساكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. من هذا الأصحاح العاشر يبتدأ القسم الثالث والأخير من هذه الرسالة المباركة، رسالة كورنثوس الثانية. فهمنا قبل كده أن الرسالة تتكون من ثلاث أقسام، الأجزاء أو الأصحاحات من 1 إلى 7 تتكلم عن صفات الخدمة المسيحية، الأصحاح 8 و9 بيتكلموا عن العطاء المسيحي وكيف يكون، ثم من أصحاحات 10 ل13 بيدافع فيها الرسول بولس عن رسوليته وسلطانه الرسولي. أقدر أقسم الآيات من 1 ل6 اللي قدامنا واللي اتقرت علينا لفكرتين. الأعداد 1 و2 بيتكلم عن الاتهام اللي بيتهم به المعلمين المتهودين بولس، وبعدين بيجي الأعداد من 3 إلى 6 بيتكلم عن الحرب الروحية في جانب من جوانبها. لكن الملفت للنظر أنه قبل ما يتكلم عن الاتهام يقول لنا حاجة جميلة قوي، أن يطلب أو يلتمس من الإخوة ويضع شيء في قمة الجمال، وداعة المسيح وحلمه. في الحقيقة في أكثر من رسالة بيقدم بولس مرات المسيح ببعض صفاته الرائعة. يعني على سبيل المثال في تسالونيكي 2:3-5، الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. في فيليب 2 قبل ما يعالج مؤمنين فيليبي يقدم لهم المسيح المتضع ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. وهنا بيقدم صفاتين في غاية الجمال، وداعة المسيح وحلمه. في الحقيقة موسى في العهد القديم كان وديعا وكان حليما، والرب قال عنه كان الرجل موسى حليما جدا، أكثر جدا من جميع الناس الذين على الأرض. لكن تيجي إيه وداعة موسى وحلمه قدام وداعة المسيح؟ موسى في موقف من المواقف فرط بشفتيه وضرب الصخرة وقال أيها المرضى من هذه الصخرة نخرج لكم ماء، لكن الوديع وداعة مطلقة وكلي الحلم هو الرب يسوع المسيح. فين نشوف وداعة المسيح وحلمه؟ أعتقد على سبيل المثال يوحنا 8، رب المجد يتقال عنه من ناس أنفاسهم في يده، أليس حسنا نقول إنك سامري وبك شيطان؟ يا خبر على الافتراء والاتهام الشرير اللي أعتقد إن أنا ما كنتش أستحمله. يعني واحد يقول لي أنت فيك شيطان، ماذا قال المسيح رب المجد؟ أنا ليس بي شيطان لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. واحد قال إن لو كان المسيح وجهت إليه نفس التهم كان حيرد بالطريقة دي. وعشان كده بولس بيقول وداعة المسيح وحلمي، أنا بتكلم بهذا الأسلوب الذي تعلمته من سيدي. يعني موسى احنا عرفنا أنه وديع، بس في الحقيقة وداعته مش هو ما كانش كده. ده أول حاجة تذكر عن موسى أنه قتله قتيل. وبولس نفس الحكاية، أول ما نقرأ عنه كان شاور راضيا بقتله.
ناس قتلة دول يعني مش مثلا يعني بيزعق بيعلي صوته بيزعق، لا ده ما كانش عندهم تفاهم، اللي ما عجبهمش يقتلوه. بس موسى بقي وديع وبولس بقي وديع، يا رب علمنا احنا كمان هذه الصفة الجميلة الوداعة. ممكن نقول على الحلم ان هو المظهر الخارجي للتواضع، الطريقة اللي بيتعامل بيها الشخص المتواضع مع الآخرين. عشان كده ممكن أقول إن هنا بيتكلم عن وداعة المسيح وكمان تواضعه اللي ظهر في تصرفاته مع الآخرين، ودول صفتين يمثلوا وجهين لعملة واحدة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. المسيح باعتباره وديع ومتواضع القلب كان لا يسيء لأحد، كان لا يستاء من أحد، ما كانش بيزعل حد ولا كان بيزعل من حد، ما كانش بيسلب من حد حقه، ما كانش بيطالب بحقه متى سلب حقه. باعتباره شخص وديع كان بيفكر في مصالح الآخرين، باعتباره شخص متواضع ما كانش بيفكر في مصالح نفسه على الإطلاق. وعشان كده الرسول بولس بالطريقة اللي بيتعامل بيها كان متمثل بالرب يسوع المسيح، وده يفسر ليه الرسول بولس كان بياخد مواقف معينة، كان بيحاول بقدر الإمكان إنه يتمثل بالمسيح. من ضمن الكلام الجميل اللي جاء عن المسيح في متى أصحاح 12 اقتباسا من إشعياء 42، حبيبي الذي سرت به نفسي، مختاري الذي أعضده، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع أحد في الشارع صوته، قصبة مرضوضة لا يخصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. أنا بقول الكلام ده عشان أشجع نفسي وأشجع أخواتي اللي بيسمعوني، هذه صفات المسيح اللي يحبها إنها تبقى فينا. كمان أتذكر بطرس في رسالته الأولى أصحاح 2 لما بيقول إنه كان صامت في مشاهد إهاناته، الذي أشتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد، كان يسلم لمن يقضي بعدل. أنا بتصور لو قال للمسيح في مشاهد محاكماته وهم بيتطاولوا عليه، الألسنة تتطاول والأيدي تتطاول، بتصور يعني الجملة اللي كتير إحنا بنقولها، أنت مش عارف أنا مين، أو قال أنت مش عارفين أنا ابن مين، أو لو قال أنا حوريكم. أعتقد لو قالها المسيح تبقى مظبوطة تمام، لكن ما قالهاش المسيح. بينما بنلاقي ناس بلا حيثية بلا أي شيء وبيقولوا الكلام ده، المسيح العظيم كان صامت في مشاهد إهاناته. علشان كده بنشوف هنا في الأعداد الأولى واحد من اتهامات كثيرة اتهم بيها المعلمين الأردياء بولس، لما بيقول في الحضرة زليل بينكم وفي الغيبة متجاسر عليكم. على الأقل ثلاث اتهامات اتهم بها المعلمين الكذبة بولس. الاتهام الأول إن بولس عندما يكون بعيدا عن كورنثوس بمئات الأميال فهو يكتب رسائل قوية وثقيلة، يمتلك من الشجاعة أن يكتب رسائل قوية، لكن عندما يحضر بين مؤمنين كورنثوس يتسم حضوره بالضعف فيكون الحضور ضعيف. أما الاتهام الثاني قالوا إن بولس ده بتاع كلام، يقول كلامه بس، إنه هيجي ومش هيجي، بتاع نعم ولا. أما الاتهام الثالث قالوا إن بولس من الذين يسلكون حسب الجسد، وهو هنا بيحاول إنه يفند ويرد على هذا الاتهام. لأنه إننا إن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. أحد رجال الله قال إن الجسد مع إنها نفس الكلمة في اليوناني لكن تفيد معنيين مختلفين، فنحن نسلك في الجسد اللحم والدم، جسد المال، الجسد اللي هو اللي الناس شايفاه، لكن لسنا حسب الجسد نحارب. أيوة احنا في أجسادنا لكن مش بالطريقة البشرية. خلينا أقول نحن لسنا حسب الجسد نحارب، ولا ينبغي أننا حسب الجسد نسلك. نعم. في رومية 8:4 نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. في محاربة حسب الجسد، يعني مش مقصود بها أنه بستعمل يعني مدافع لا مش كده بالظبط، لكن ممكن أستعمل التهكم، أسلوب تهكمي، أقلل من قيم الخصم بتاعي، أتريق عليه، أستهزأ به. هذه أساليب بشرية، ما كان المسيح ولا حتى الرسول بولس يستعمل مثل هذه الأساليب. لسنا حسب الجسد نحارب، أسلحة محاربتنا ليست جسدية. صحيح، لا يمكن أبدا أن نحارب حرب روحية ونحن نستخدم أسلحة جسدية. صحيح، لكن لابد أن تكون الأسلحة أسلحة روحية. أي زي إيه الأسلحة الروحية اللي ممكن يستخدمها المؤمن أو الخادم؟ زي صلاح الصلاة وهو سلاح قوي، زي سلاح الإيمان والثقة في الله. صحيح، زي سلاح كلمة الله
سيف الروح الذي هو كلمة الله، هي دي الأسلحة اللي المفروض المؤمن والخادم يستخدمها في هذه الحرب. ويمكن أن نضيف إليها سلاح الصوم. الرب قال عن جنس معين من الشياطين لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. إذن الصوم أيضا أسلحة روحية في الحرب بتاعتنا. ونشكر الله على أن أسلحة محاربتنا مش جسدية. أي. يعني الآية فيها كلمة قوية جدا، مش كلمة حرف، بل. يعني عايز يقول إذا أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، بل تنفي الأولانية عن التانية. يعني الأسلحة الجسدية ديت مش قادرة على هدم الحصون والأفكار اللي هنتكلم عنها ديت. فلو كنا بنحارب بها بالطرق بتاعتها لن تستطيع أن تؤثر تأثيرها، لكن ما أعطانا الله إياه يؤثر. الرسول بولس كلمنا عن أن لينا ثلاث أعداء، العالم والجسد والشيطان، لكن كمان هو كلمنا عن ثلاث أنواع من الأسلحة. في مواجهة الشيطان كلمنا في أفسس 6 على أسلحة الله الكامل، وفي رومية 13 في مواجهة تدبيرات الجسد نلبس أسلحة النور، لكن كمان في كورنثوس الثانية أصحاح 6 في مواجهة العالم عندنا أسلحة البر لليمين ولليسار. قادر بالله على هدم حصون، ياها للدرجة، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. فعلا اليومين دول بصفة خاصة الحصون اللي بناها العدو علشان يستأثر أفكار كثيرة جدا بعيدا عن كلمة الله ما أكثرها. وبعدين هادمين ظنونا، النهاردة الناس تزعل لما تتكلم بثقة من كلمة الله مش رأيك الشخصي، لكن يفضلوا انك تقول انا ارى انا اظن. هادمين ظنونا، فيش كلام زي كده. احنا عندنا كلمة الحق، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. احنا عندنا كلمة الله، لكن بكل أسف الحركات التحررية الحالية ترفض هذه المسائل، والشيطان نجح في أنه يبني حصون وظنون وعلو يرتفع ضد معرفة الله. الواحد تعبير عجبني قوي، قال في اللحظة التي فيها تهدم الحصون في ذات اللحظة عينها تفتح القلوب لقبول المسيح. وياما ناس كانت تتبنى حجج عقلية وأفكار مضادة تماما لكلمة الله، لكن استطاعت أسلحة المحاربة الروحية أن تهدم هذه الحصون وتغير المسار تماما من عينات كثيرة قوي بنعصرها ونشوفها. صحيح. ظنون تترجم كمان يا أخي يوسف، تترجم جدال، تترجم نظريات. فكان عايز يقول النهاردة هي تحولت لكده، دي نظريتي، ده الجدل بيني وبينك. أي. بس دي كمان وكل ما يعلو مرتفعا لمقاومة معرفة الله، دي الترجمة التفسيرية. كل علو في حاجات، في كبرياء الإنسان أو تعظيم الإنسان هو ما يعطل الإنسان عن أنه يصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه، اللي هو إيه؟ مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. الغرض من خدمة أي خادم، من كلام أي متكلم، من عمل أي واحد يعمل في كرم الله، أن الناس تطيع المسيح في الآخر، لا أن تعظم الإنسان ولا أن تكبره. مش مسألة إنسانيات وأمور تتعلق بالإنسان. والعصيان خطية مش سهلة، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان. صمويل يقول لشاول التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والطرافين. تمرد وعناد وعصيان، يرحمنا ربنا. وداعة المسيح. الوداعة هي واحدة من ثمر الروح الذي هو عبارة عن 9 صفات مسيحية رائعة ينشئها روح الله في الشخص المسيحي. وهذه الصفات 9 المباركة قد ظهرت تماماً في شخص ربنا يسوع، الذي في شخصه الفريد قد تكسم الكمال الأدبي والإنساني الفريد. ولقد قال عن نفسه: له كل المجد والسجود، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وقد كان فعلاً كل حياته الوديع والمتواضع. فالوداعة هي التواضع اللاشعوري، والوديع هو الذي يعطي رداً لطيفاً على سؤال خشن. كان المسيح هو الوديع الأعظم، فلقد ظل 18 سنة في دكان نجار القرية يعمل في صمت، وهو خالق الكون العظيم.
هذه هي الوداعة بكل معنى الكلمة، وأن يخدم بأمانة فترفض خدمته. ومع ذلك يقول أحمدك أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك، هذه هي الوداعة. أن يشتم له كل المجد والسجود، فلا يشتم عوضاً بل يسلم لمن يقضي بعدل، هذه هي الوداعة. وأن يغفروا لصالبيه وقاتليه في مشهد الصليب الرهيب وسط الإهانات والألامات والضربات الرهيبة القاسية، فهذه أيضاً كانت مثالاً رائعاً للوداعة والقلب الرقيق الذي لم يعرف القسوة ولا الخشونة ولا الكبرياء. هذا هو المسيح، له كل المجد والسجود. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح، فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل، لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول: الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون. لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. في الأعداد من 7 لـ 12 الرسول بولس بيرد على ناس بيحكموا حسب المنظر الخارجي، فبيقول: أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ يعني المنظر الخارجي بس. ودول كانوا بيتهموا الرسول بولس أنه قادر أنه يكتب رسائل ثقيلة مليئة بالتهديد، بينما هو لما بيجي بالجسد ما بيبقى مش كده. بيقولوا أنه حضور الجسد فضعيف والكلام حقير، أو الكلام حقير يعني الكلام تافه. هو بس شاطر بيكتب لنا رسائل مليئة بالتهديدات، بينما لما بيجي بيتكلم كلام ملوش لازمة، وهو ملوش إنجاز التعبير باستخدام الألفاظ المستخدمة حاليا، ملوش كاريزما ولا ليه قوة حضور موجود. ودول غالبا كانوا اللي مش رسل كذبة، لكن دول كانوا من الفريق المؤمنين اللي كانوا بيقولوا احنا للمسيح. في أحزاب في كنيسة كورنثوس، ناس بتقول احنا تبع أبولوس، ناس بتقول احنا الصفا، ناس بتقول احنا البولس، في ناس قالوا احنا بتوع المسيح. فهو بيقول لهم: وأنا مش تبع المسيح، يعني بيستخدم اسلوب تهكمي ساخر، بس يعني في مرارة وفي هيبة وجلال. بيقول لهم: أنا بقى ما أقدرش أحسب نفسي من ضمن بتوع المسيح. أنتوا بتقارنوا نفسكم بنفسكم وحطين نفسكم مقياس تقيسوا عليه الآخرين، وأنا طبعا لا أكترئ، أنا ما أقدرش أصل إلى أني أحط نفسي وسطيكم وأقارن نفسي بيكم. الأسلوب فيه سخرية وتهكم منه. يلفت النظر يا أخي فايز لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم. يعني هو مش حابب على الإطلاق أن يبقى في ناس بتمدح نفسهم وهو يزج بنفسه، ده مش سكتنا. وبعد كده هيقول لنا: مش اللي يمدح نفسه لكن اللي يمدحه الرب. فأنا مش طالما أنتم شغالين في فكرة مين الأجدع ومين الأحسن، لا، أنا أنسحب وأنأى بنفسي عن هذا، عن هذه المقارنات، إنها لا تمجد الله. في عدد 8 نفهم أن الرسول بولس يفتخر ويعتز بالسلطان الرسولي، لكن هو ما يشغله أكثر كيفية استخدام هذا السلطان بطريقة روحية. عشان كده بيقول لهم في عدد 8:
فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب. يقول الكلمة الجميلة: لبنيانكم لا لهدمكم. السلطان عندما يستخدم للبنيان شيء جميل، فلازم يكون بالطبع مقترن بالمحبة، لأن الكتاب يقول عن المحبة أن المحبة تبني. البنيان يحتاج إلى مهارة أكثر بكثير جدا من الهدم. سهل أن الواحد يهدم حيطة بمرزبة، لكن علشان الواحد يبني يحتاج إلى الكثير من المهارة. الهدم عبارة جت قبل كده لما بيقول قادر أسلحة محاربتنا قادرة بالله على هدم حصون، وهنا هدمكم. وأحد العارفين باليونانية قال الكلمة تعني الإطاحة بكم، الإطاحة بالحصون ديت، أطيح بيها وأطيح بيكم. كان عنده سلطان، لكن ربنا ما ادالوش السلطان ده عشان يطيح بخلق الله، بالعكس، لبنيانكم لا لهدمكم. في كورنثوس الأولى 14 بيحرض المؤمنين ليكن كل شيء للبنيان. طب وأنت عندك سلطان لماذا؟ عشان تهدم الإخوة؟ كلا، مع أنه سلطان رسولي، لكن ليس القصد منه إطلاقا الإطاحة بكم، لكن بنيانكم. عشان كده أخ يوسف على ما يبدو أني أجل الزيارة مرات، أيوة، علشان لا يأتي إليهم بعصا التأديب بل بالمحبة. عدد 10 و11 بيعمل تباين جميل ما بين حاجتين. بيقول لك اللي بيقول ان رسائله ثقيله وقويه لما يجي يجسده، طب ما يعمل حسابه ان انا ممكن لما اجي الامر هيكون غير كده. الناس اللي غاويه كلام حساباتها غلط دايما، وهو غالبا اللي بيقول دوت هو لا يتزرع الا بكلامه. بيقول من بعيد بيحاول يشوه سمعته، بس بيقول انا لو جيت وقاومتك انا ممكن اقاومك، لان عندي كلام يقال مش ما عنديش كلام، لكن انا انأى بنفسي عن اني اعمل كده. وده بيعزينا في الأيام الصعبة اللي احنا عايشين فيها. يعني يوحنا بيقول عند يطريفوس: هاذرا علينا بأخوال خبيثة. والرسول بولس برضو بيتهموا كلام صعب. إذا عندما يهاجم الخادم، يعني انظر للخادم الأعظم وكيف عمل من البشر الخطاط. انظر إلى العمالقة زي موسى في العهد القديم وبولس في العهد الجديد ويوحنا الرسول. عشان كده الواحد ينتظر المكافأة والأجرة من الرب نفسه وليس من البشر. في هذا الجزء بنشوف أن الرسول بولس يصف المقاومين، وقد يكون منهم مؤمنين حقيقيين بصفتين. الصفة الأولى أنهم يمدحون أنفسهم، وليس هكذا كل خادم أمين. فكل خادم أمين ينأى عن نفسه أن يمدح نفسه، لكن ينتظر اليوم الذي فيه يمدح من الرب أمام كرسي المسيح. لكن العيب الثاني أنهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم، يعني بمعنى أن يتخذ من نفسه مقياسا. وطالما الواحد بيتخذ من نفسه مقياسا عمره ما يطلع في نفسه عيب، لكن أشوف روحه على أفضل ما يكون. لكن الخادم الأمين عنده مقاييس خاصة أخرى كتابية مختلفة. منتهى السذاجة أنه يقيس نفسه على نفسه، زي ما تكون بيجيب نفس المسطرة تقيس بيها نفس المسطرة. أنت بتعمل إيه؟ لا، أنا محتاج مسطرة، ومسطرة تكون محترمة ودقيقة عشان أقدر أقيس بيها صح. أو نقدر نقول عمره ما هيجيب قدام طالما بقيس نفسي على نفسي. طب اجيب قدام ليه؟ طب ما كده صح. لكن لما اقيس نفسي على المقياس الكامل، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، لكني اسعى، انا عايز ابقى زيه. اعتقد لاحظ نفسك، والتعليم كان يقصد نفس الحكايه، لاحظ نفسك، يعني قيس نفسك مش على نفسك، لكن قيس نفسك على تعليم كلمه الله. ممكن الواحد يقيس نفسه ويدي نفسه درجه قليله، يعني ممكن، او يدي نفسه درجه اكبر من اللازم، بس المسيح دائما مقاييسه مظبوط. يعني افتكر في هذا الصدد كنيستين، كنيسه سمرنا وكنيسه لودوقي. لسمرنا بيقول له انا عارف انك فقير، انت بتقول انك فقير رغم انك غني. لكن للودوقي الكلام مختلف، تقول انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، لكن انت البائس والفقير والاعمى والعريان. والافضل اخ عادل ان الواحد ما يقش نفسه لا على نفسه ولا على الاخرين. واحد قال تعبير جميل، أن التواضع ليس أن تقول عن نفسك رضيا. يعني لو قست بنفسي وقلت أن أنا وحش قوي، ليس هذا هو التواضع. التواضع أن تنسى نفسك، عندما لا تنشغل بنفسك على الإطلاق، مشغول بالرب. زي ما كنا بنتكلم في أصحاح 3، وإحنا مشغولين بالمجد ده الفائق نتغير إلى تلك الصورة. لكن لو أنا قست نفسي قلت يا ده أنا وحش قوي، وبكرة هقول لا ده أنا وحش قوي، بعده هقول أنا وحش، مش هجيب لقدام، برضه هقيس نفسي على نفسي مش جايب لقدام. لكن لما انشغل بالمسيح
أفكر فيه أعتقد ده يقدمني لقدام. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله، قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل راجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. أعداد مباركة، وعندي أفكار بسيطة عنها. مثلا لما نوصل لعدد 15، إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة. الرسل طلبوا من الرب زد إيماننا، وده كان بمناسبة احتمال الآخرين والغفران لهم. لكن هنا بيتكلم عن شيء إيجابي، حتى إذا نما إيمانكم، بالمقابلة مع لوقا 17، يا رب زد إيماننا، إيه اللي يحصل إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة. يعتقد أنها مظهر روحانية أن يكون الخادم مكرم من المخدومين. يعني أحيانا بيظن البعض في جزدانية أنه لو يعني نظر إلى الخادم نظرة دونية هذا يعبر عن أنه مستوى عالي، والحقيقة هي العكس. إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة. أعتقد أننا نرى صورة رائعة لقديسة في العهد القديم اللي ما نعرفش اسمها، اللي هي المرأة الشونامية. كان دايما إليشع بيزيد في تقديرها، فتقول كده علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. كان دايما ترى في إليشع صورة رائعة، وكان إيمانها ينمو. ده المطلوب، وأعتقد أن الرسول هنا بيوجه الكورنثيين توجيه صحيح. ثم في عدد 16 نقدر نعتبره شعار المبشر. واحد قال أن الراعي له شعار والمبشر له شعار، والاثنين موجودين في كلمة الله. ما هو شعار الراعي؟ موجود في آخر أعمال 15، لنذهب ونفتقد إخواتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الله زيهم. هم عاملين إيه؟ ده شعار الراعي، إنه دايما بيسأل على قطع. معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك. جميل. المبشر ليه شعار تاني. إيه هو الشعار التاني؟ لنبشر إلى ما ورائكم، يعني حيث وصل الإنجيل، لا احنا عايزين نوصل إلى ما وراء ذلك، عايزين نفتتح أراضي جديدة. إنجاز لي أن أقول بلغة المرأة الفاضلة في أمثال 31، تتأمل حقلا فتأخذه. يعني في ناس سمعت عن الإنجيل، المبشر مش عايز يروح هناك، عاوز يروح إلى مناطق لم تسمع عن الإنجيل لكي يبشر إلى ما ورائهم. وبعدين يختم الأصحاح الجميل بعبارتين في منتهى الجمال: أما من افتخر فليفتخر بالرب. أنا لن أفتخر بأني تلميذ فلان أو أني تابع للشخص العظيم فلان، لكني سأفتخر بأني تابع للرب وبأني تلميذ للرب. هذا هو الافتخار الحقيقي. وبعدين أنا مش بس بفتخر بيه، لكن مستني هو يمدحني، ولا يهمني إطلاقا من يمدحني سواه. لو كل الناس قالت عني أحلى كلام لكن الرب مش مبسوط مني، أنا الخاسر. عشان كده، لأن ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. أشرت حضرتك أخي يوسف في عدد 15: إذا نما إيمانكم نبشر إلى ما وراءكم. ضعف إيمان كورنثوس، مؤمنين كورنثوس، عطل الرسول بولس وقت ليس بقليل. لا ننسى ما حدث له في تروس عندما انفتح له باب في الرب
وهناك لم يستطع أن يتكلم لأن لم يكن له راحة في روحه، واستغرق بين الرسالة الأولى والثانية العديد من الشهور. فضعف الإيمان احتاج إلى وقت من التشجيع، كان ممكن يكون هذا الوقت أولى به أنه يبشر إلى أماكن أبعد ويصل إلى نطاق أبعد من كده. الجميل في هذا الأصحاح المبارك أن الرسول ابتدأ فيه بالكلام عن المسيح، وداعة المسيح وحلمه، ولما ختم الكلام برضه ختمه بالكلام عن الرب لما قال من يفتخر فليفتخر بالرب، وحتى لما أشار إلى المدح ليس من يمدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. جميل أن ابتدأ وختم الأصحاح بالكلام عن المسيح. الآية دي اللي حضرتك أشرت إليها ذكرت في العهد القديم على الأقل مرتين، مرة في إرمية أصحاح 9 لما بيقول هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه. دي للحاجات اللي بيفتخر بها الإنسان الطبيعي، إنه حكيم أو إنه جبار أو إنه غني. أمال بيفتخر بإيه؟ بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. دي واحدة. الآية الثانية جت في مزمور 34 لما داود بيقول بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فأفرحون. يبقى اللي افتخر يفتخر بالرب. الرسول بولس ذكرها في رسالتيه إلى كورنثوس مرتين، في أول الرسالة الأولى وهنا في قرب ختام الرسالة الثانية، مع هذا الفارق أن في كورنثوس الأولى واحد كأنه بيقول الخاطي يفتخر بإيه الخاطي؟ يفتخر بأن أنا لا أنا إيه؟ أنا ولا حاجة، الكل من الله الذي صار لنا المسيح من الله حكمة وبرا وقداسة وفداء حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر. أنا ما جبتش حاجة، ده أنا ما جبتش غير خطاياي، خطايا سنيني وعمر اللي انقضى في أنيني. هنا بيتكلم عن الخادم، يعني إذا كان الخاطي يفتخر بالرب، طب والخادم الموهوب العظيم اللي راح القارات وبتاع نفتخر بالرب؟ فليس من يفتخر بالناس ولا من يزكيه ويمدحه الناس، بل من افتخر فليفتخر بالرب. الطبيعي أن الإنسان بيفتخر إما بما له أي أو بما لجماعته، يعني لآخرين لكن هو منضم ليهم بشكل أو بآخر، بس الاثنين الحقيقة بيسقطوا في الامتحانات. أولا يشوبهم العيب بينما الله كامل كمال مطلق، ثانيا كلهم غير ثابتين، فأي واحد من الافتخارات دي فجأة تلاقيها بتنهار، لكن هو الثابت الذي لا يتغير. ثالثا حتى لو افتخارهم بقي مدة الحياة فهو لا يستطيع أن يعبر هذه الحياة بينما الله أبدي. إذن الثابت الكامل الأبدي هو من يستحق الافتخار، هو في نعمته ربطني به، يبقى من حق افتخر به، افتخر ان انا تابعه، افتخر ان انا بحبه، افتخر ان هو حبني، ان هو اعطاني. وفي الحالة دي افتخاري ثابت ولن يسقط على الاطلاق. وكأن الرسول شطب على كل فخر بأي حاجة، وربنا يساعدنا علشان احنا كمان ما نفتخرش بأي حاجة لكن بالرب تفتخر نفسي. جميلة كلمة المزكى كمان يا اخي يوسف، لانها تشير الى من تبرهن بالاختبار أو الامتحان، وهي تاخدنا إلى اليوم الجميل يوم المسيح عندما تمتحن نيران الفحص الإلهي عمل كل واحد، عندما تفحص الحياة لا من وجهة النظر البشرية لكن من وجهة النظر الإلهية. يمكن في ناس كان المدح بالنسبة لهم قليل أو نادر، ما كانتش خدماتهم ظاهرة لكن كانت خدمات في الخفاء، لكن هيجي اليوم اللي فيه يكون المدح لهؤلاء من الرب. أحد رجال الله قال القصة ديت، قال لما راح السماء، طبعا ده قصة يعني خيالية، سأل الملاك مين أعظم واحد في السماء، فرد عليه رد له مغزى ومعنى، قال له مش هتعرفه، وكأنه عاوز يقول إن أعظم في نظر الله مش بالضرورة المشهور في نظر الناس، إنه شخص مجهول، يمكن تكون أم لكن ربت أولادها في التقوى والإيمان وخدمت عائلتها وأسرتها، ما كانش ليها أي ظهور خارج جدران البيت، لكنها وفي عندنا في التاريخ نذكر أمهات فضليات ربت خدام كثيرين للمسيح. لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، كلام يتمشى مع كلام الحكيم في أمثال 20 يقول كده، أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، ده الطبيعي، بس يقول أما، يعني جملة موصولة ما بطلناهاش، أما الرجل الأمين فمن يجده.
الحقيقة عين واحدة اللي تعرف تجده، عين الله نفسه، لأن أنا مش هعرف أقيم حتى لو فصل. أنا ممكن أخدع بمنتهى البساطة، فلا ينفع أقيم نفسي ولا ينفع أقيم حتى غيري. في مزمور 101 يؤكد الفكرة دي أخ عصام، لما يقول عيناي على أمناء الأرض. اللي بيقدر يميز الأمناء ويحط عينه عليهم مش الإنسان لكن الرب نفسه. يعني زي ما ربنا عنده خدام، الشيطان عنده أيضا خدام وعارف الأعمال وعارف الدوافع، وعايزين يستعبدوا المؤمنين في كورنثوس. أنا حسيب لك الأمر عشان أنت اللي تقدره، أنتوا مش مقدرين أنا بحبكم قد إيه. قال هنري مارتن المرسل الإنجليزي للهند ولإيران، قال الكتاب المقدس يشبه قصرا بناه كثيرون، لكن الذي وضع تصميمه شخص واحد. هل تشتهي أن تدخل إلى هذا القصر وتجوب فيه وتعرف ما فيه من كنوز؟ بمعنى هل تشتهي أن تدخل إلى كلمة الله المليئة بالجواهر والدرر والكنوز لكي تكتشف ما فيها من غنى لا يستقصى في هذا الكتاب العظيم؟ لذلك ندعوك إلى هذا البرنامج فاحصين الكتب، الذي فيه ندرس الكتاب المقدس دراسة موضوعية جزءا جزءا من كلمة الله.